فكره ايش اللي فايوليت ايش انت الالوان عم تلعب فيها خادمه؟ انا داخل فاشن شو، انا مش داخل مصارعه. انت ما متاكد انت كل المحاولات هاي انت قاعد تعملها؟ اسمع يعني اعذرني شوي لاني اول مره بلعب فيه، انا ما لحقت العب فيه اصلا. Nothing is more powerful than love. لا ايوه هي جربت كمان مره لو بدي اشوف كيف شكلها. بطلة تطلع يمكن خلص الجا. أيوة. اوه الله بس اوه مثل تاعتك بس انه الدمج تاعها قديم. تقريبا لا ما هو تعلم منه يعني. المهم هلا بس خلينا نقول هاي للجماعه. هلو اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابعد 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 انا اعطيت الكاميرا لك، انا هون لما انت بقيت الكاميرا لك باقي الايام. احنا فاهمين الناس انا ضيف، انه انا عم بلعب من الامارات وانت عم تلعب بالبحرين. اه صح والله. خليني اسلم عليك الامارات. كيف بس ايدي التليبورتينج على طول، بس انا كلي لا ما بتزبط. كيف عم توصل لهون انت؟ طب خلي الناس يشوفوا وجهي. سلمت عليك بالنيابة عن الجمهور. بالنيابة عن الجمهور. أيوة. أعزائي المشاهدين، صباح الفول والفلافل، معكم حكيم صاحب الكرة العظيم، ومعنا طبعا من البحرين عمار. كتير من البحرين يعني. هلا لي popular هندسي. هاي من الإمارات. How did he do that? Amazing. Wow. طبعا هذا كله ايش بقدره الفيديو جيمز. اليوم راح نلعب تيكن 7 بالاضافه الى مفاجات رائعه جدا. هنلعب شويه كلاسيك جيمز، العاب كلاسيكيه قديمه كنا نلعبها واحنا صغار، فلكل الاعمار اللي موجوده راح يستمتعوا ان شاء الله بهذه الحلقه. غير هيك هنروح للحقيقه المره انه عمار لسه مش عارف يفوز على انا بحاول اضبط نفسي وادخل على شو على اساس اني انتقم، بس انه ما قلت لي شو الالعاب الكلاسيكيه. ما هقول لك، قلت لك هخليها مفاجاه. اوكي هتخليها مفاجاه. اه خليها مفاجأة. على فكره انا مقضي اسبوع متدرب على كل الالعاب الكلاسيكيه، انا نفسي قلبت كلاسيكي هلا. طيب هدخل عليك بتشارلستون وحدخل عليك نظام السبعينات هلا. وبالاخير بخسر. لا لا بس يعني هذيك الجيمز ممكن في منهم سينجل بلاير، في منهم هيك يعني هنشوف الوضع كيف. هلا نشوف عندي انا عم بحاول افوزك وانت عم تحكي مع مع الجماعه. احكي حبيبي احكي. ايوه احكي ما بدك. طب انا لابس لك بدله على الفاضي هلا ومشيك نفسي وفايلت اجى العيد قبل الميعاد صح؟ لا انت بدك ضربه. لا انت بدك ضربه وانا بدي ضربه. لا والله شكرا على المعلومه يعني. منيحه ممتاز، وصلت المعلومه يا بابا. ممتاز ممتاز والله، ما تغير اشي عن المرات السابقه يعني. لسه نفس المستوى ولسه نفس اللعب الخارق. هاي ضربه زيح غاب. ايوه. آه. انت شكله بدك كومه مثل المره الماضيه. لا دخيله. لا دخيله دخيله دخيله. شكلك بدك كومه هلا. ايوه بالضبط. اوه اوي لا عليك. ولا كنت متوقعها اصلا. هاي الضربه خاصه ببول بس مش عارف شكله عالم. هاي قصدك هاي قصدك هاي لا. طب قول لي كيف تعملها هيك هيك من الامارات البحرين بالضبط. والله تعب حاله يجي الطريق كله على البحرين، ما خلص اضربني اياها من عندي مثل هيك بالضبط. على القليل فزت بشيء. اوكي كاركتر سلكت. لا انت خبطت الدنيا يا اخي. والله عادي خليني اعوض. اشكيك لما ما والله لا 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 ساعد ممكن ممكن صح. بتعرف نقطة ضعفي هي اللي تاخذ حق. يلا لا يلا ليتس جو. على اساس انه انا بكون بالبحرين هلا على طول طيارة على السعودية. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. اوكي ليتس دو ذس. يلا حبيبي يلا. انت طبعا حتنقي واحد من ثلاثة، يا اما كازويا يا اما هاي هاتشي او ستيف. ممكن نجرب نختار شخصيات معينة هيك يعني. انت لو جاء على بالك جرب كلوي مثلا. كلوي حاجة مستورة يعني. كلوي والله انا حاسسها يعني انه تحت العمر الافتراضي اللي بيسمح لها يعني اصلا تدخل فايت. بس يلا بنجرب.
لو ما بدك لا تحكم على الكتاب من الكفر تاعه يا زلمه. خلص غير هي خدنا اوه نوكتس خلص حغير الكفر. أيوة اوه اوكي انت تلعب نوكتس انا بلعب دانا. جرب العب نوكتس انا كنت دائما بقنعك تلعبه بس انت بتقول هذا تاع مبتدئين. اعتقد انه ولا مره لعبته. يلا هاي لاكي كلوي. انت لعبت لاكي كلوي لا لا انا لعبت بنينا. اوه لا نينا كو نينا كانت لا نينا قوية يعني. بس كلوي يعني انه صراحة منظرها غير مشجع ابدا. لا ما يغرك صراحة انا شفت اسلوب لعبة ابدا يعني رهيب. الله يستر يعني لا تفشلينا والله هاي جاية تاخد سيلفي جاية رحلة مدرسية بس. اوكي اوكي عرفنا كيف ممكن تبلش الكومبو. كيف نوكتس لسه ما عملت كل هذا ولسه ما عملت شيء. ما انت عم تعطيني على راسي انا لسه عم بتعلم والله طلعت مش منطار. هاي اللي هي فرونت تريانجل. ايوه على اساس انه يعمل تيليبورتينج ويجي قدام راسي على طول. بس هاي بلشت ترقص كلوي ولا شيء ولا شيء. انا على فكره انا بحاول اركز مع نوكتس رائعه والله عارف كيف اسلوب اللعب تبعه. وي وي بس انه بتنضرب بسرعه هي. وما بدي اذكرك انه انت قاعد بتلعب مع طفله صغيره فاعطف عليها شوي. اعطف عليها ما انت فزت اول جوله يا راح يا روحي. ايوه اه والله فزت اول جوله انا هلا اتذكرت. لا ما هي حتيجي. لا ما تيجي. والله اجت. اوه هي بتعمل رجلي تحت على فكره. هي من تحت فصعبه تمسكها اصلا. والله طلعت مش هين لاكي كلوي. طلعت عن جد لاكي هالكلوي. عرفت كيف اعمل لونش اتاك هي تبعتها اللي هي إلها دخل بالسكوير صح؟ يا جرمي كيف؟ انت كيف تلعب فيه والله؟ هي ايدي بس مصغر شوي. لا عم بحكي عن الشخصية تبعتي. الكبسات الأساسية اللي عنده اللي هي المربع والمثلث بحيا ضلك ف... ضلك ضلك لأنه ضلك 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 أنا بحاول ألهيك. ما بدي ألعب نوكتس. والله فزت والله فوز عن جد. رمضان كريم يا جماعة. رمضان ضلك اسمع كلامي ونقي نوكتس ونقي دقيش كلوي. اخريتك حتروح على كوما. لا مش هلعب كوما. هتلعب كوما. طيب والله طلع كلامك صح لك كلوي مش بطالة ابدا. بس خلينا نغير الكاركتر ونرجع ل خلينا أرجيك كيف ممكن نلعب بنوكتس. يلا هلا قبل ما نبلش احنا الجيم خلينا نورجي الجماعة اللي أول مرة يحضروا معنا كيف بالضبط أسلوب اللعب ونشرح لهم بشكل بسيط جدا. أولا اسم اللعبة هذه اسمها تيكن 7. واحدة من أجزاء عديدة للعبة قتالية رهيبة جدا إلها كان ماضي وتاريخ عظيم عندنا بالنسبة لنا اللاعبين من زمان. احنا تقريبا 20 سنة أول جزء طلع ومن يومها طبعا وصلنا لمراحل كتير بعيده يعني وين كنا وين صرنا اشياء زيك. في حد عم بيضحكك وراك انت وراك والله انا مش قادر امسك نفسي صراحه. بس انت كمل معلش عليك هنضرب احنا بعد الحلقة. استنى على بريك شوي. المهم فبشكل بسيط عندك اربع ازرار موجوده في الجويستيك في الكنترولر. عندك المربع اللي بيضرب بايده اليسار. عندك المثلث بيضرب بايده اليمين. ثم عندك الاكس بيضرب برجله اليسار. وبعدين عندك الدائرة بتضرب برجل اليمين. هلا الفكرة مش بهالبساطة بس انك تعمل لما تجمع الضربات مع بعض يعني مربع مثلث تعمل ضربة هيك مثلا ممكن قدام لورا بيختلف. لو ضربت يعني لو استعملت الاسهم باتجاه مختلف وانا بدوس نفس الزر بيصير يعطيني حركات مختلفة. مثلا هلا صار يضرب بكتفه مع انه انا استعملت الاكس والدائرة ففي كل منها حركه في اعمال اصابات اعمال بس في حركه غريبه بوب عم بيعمل جمباز في ناس عم بتموت يا جماعه. فبشكل عام هو الفكره كلياتها انه مثلا هلا لو عمار ابدا اضرب فيها يلا اوكي هلا هو بيحاول يخبط فيها من قدام انا بدي
هي لازم بدي استغل شوي يا حبيبي ممكن. لا الله المهم عاد خبط انت من فوق. انا بكل بساطه ممكن ادافع عنه بمجرد اني اضلني راجع لورا او اني ما اتحرك بشكل بسيط. اذا حب انه هو يضربني تحت وانا واقف لفوق يبقى الضربه راح تنزل وراح تاذيني مثل ما انتم شايفين هلا، ولكن عشان ادافع عنها لازم انزل لتحت عشان ما يقدر يعمل اي نوع من المشاكل. اما لو انا تحت وضربني ضربه فوق تاذيني، فعلى طول لازم احاول اقوم. يعني عرفت كيف؟ هلا انا طبعا دفاعي ممتاز جدا لان انا وحش وما في حد زيي، هو اصلا مدرعه واقفه قدامي، فانت مهما عملت انا مستحيل اضربك يعني. بس والله زبطت. فالفكره كلها انه لما انا حاولت اضربك صح، بس انت ضربتني قبل. هلا انت حاولت انك تضربني بس انا ضربتك قبل صح. يعني مين اللي بيضرب اول؟ يعني التوقيت. انه بياكل مش ضروري انك تضرب اول، لانه انت في عندك توقيت. ممكن انت مثلا تضرب قبلي بس الضربه تبعتك ممكن تاخذ ربع ثانيه او نص ثانيه اكثر من ضربتي انه تنزل فيه. صح، لانه انا مثلا يعني شوف ضربه، انا هلا حاحاول اضربك اتاك اللي هو التشارج، انا ما بعملها انت اضرب على طول. اوكي اوكي انا اضرب اول. لا ضربتك لا انا اوكي انت فزتني خلاص راحت علينا. ما قلتلك انه لو بدكم تفوزوا دائما العبوا ضد عمار. ايوه بالضبط معنى. اوكي فاني انا هرجع لورا. ما انا بدي افوزك عشان بعدين ما حتفوز. اوكي 1 2 3 شفت كيف؟ يعني هاي الضربة تبعتي بتاخذ كثير وقت لتضرب، ولكن لانه انت بس الدمج تبعها بيكون عالي. هو الضرر تبع الضربة اللي عندي عالي، ولكن الفكرة كلها لانه اخذت وقت كثير انت استفدت اكثر، انك لانه انت شخصية سريعة وضرباتك اسرع، ولكن ممكن ما يعملوا ضرر كثير عالي لانه ضربات صغيرة هون هناك. صحيح. المهم بدناش نضيع كثير وقت. انا هلا خلينا ندخل بالجولة. اوكي خليني ارجع اخذ جولتي انا. ما راح تاخذها من الله شكلك يعني. أوي 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 أوي. بطلت تتكلم هلا. اسمع انا والله من اللي يعني اوه حتى انا بحمي على باكل عرس. عمار اتطور يا جماعه. عمار انت زقفت علي انت. اي اي اوكي قلت لك ما تنقي جاك 7، اعمل له ابديت يصير جاك 8 بعدين يعني تعال واجهني. حلو ابديت كيف بس جاك 8 مثل جاك الموت. انا لسه متذكر الضربه القاضيه تاعتك هاي. القاضيه ولا ولا المحاميه يعني. اسمع والله كثير بدي الضرر اللي بتعمله لانك انت ماخذ حيز من الفراغ، فوين ما اضرب بتيجي فيك صراحه. لا بس مش لهالدرجه يعني انه تاخذ وجه علينا. يلا يا مريض شباب اعملها بدك تعملها. انا عارفك تعملها. انا بحب اوصل المفاجاه. ايوه اتوتر بدك تخلص باي طريقه. انا هزيت اصلا ابدا، انا شايف العرق من عندي. لا انا حطيت ميك اب اصلا ما مش مفروض. سبحان الله يا حكيم، انا كل ما تستضيفني عندك بتفاجئني بازيائك الرائعه. يعني انه التيشيرت البينك تاعت المره الماضيه صراحه اذهلتني، وهلا شجره الزيتون اللي انت لابسها هاي رائعه صراحه. عمار بكفي تحكي وانت بتلعب عشان انا بتطلع عليك. بس انا بنفس الوقت عم بفوز عليك يعني. ولا هلا عرفت الاستراتيجيه كيف افوز عليك. خذ لا تعال 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 هون. ويو كيف حلو. لا حلو كيف بس حلو صراحه. هاي من هاي البحرين. هاي اطول هاي فايف بالعالم. بدنا نعترف انه جاك 7 ما بيقدر يواجه نوكتس. ضايل اخر راوند. وي ايوه صار يضرب من تحت. صار يضرب. توترت حكيم؟ لا ابدا انا بس توترت حكيم؟ بطل تحكي حكيم. يلا ريماتش ريماتش. جاء النصر جاء النصر. هلا هلا هجيبك. يلا بس بده يبعث انه بليز دو نوت ديسترب لانه عندي فوز. انت مش شايفني مشغول ياض بتكلم عن مرتب لانه في عندي على الواتس. في عندي فوز بدي اقضيه وارجع لكم ان شاء الله. بس زمان صار لي مش لاعب بجاك، فلازم تلعب بجاك. ما تلعب بجاك، عرفنا اسلوبك خلص. اعرف اسلوبي حبيبي. والله شكله نعرف زياده عن اللزوم. لا 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 خليك احفر انت بالارض وفي واحد فوقك عم بيفوز عليك. اطلع بتروح.
بتنقب على نفط. على فكرة جاك تاعك كثير بطيء مقارنة لحد ما يعمل أي ضربة، خصوصا كانت ريتش أو ضربة عادية مثل هلا. خليني أثبت وجهة نظري ومشي معاي أنت شوي. ما تكملت الكومبو. هي تكملت مبسوط والله، كتر خيرك أنت كريم وإحنا بنستاهل. كريم أبو نحل. اهلا وسهلا، نستاهل. كيفك؟ هلا والله. اسمع بكفي زناخه عن جد، بدناش الناس تكسر، بدناش الناس يعني منيح انه مش صيام عشان عشان ما نفطرش على بعض. لا يا الله، وترجع تزبط كمان مره. والله بضلني انسى. هاي كمان جوله على حكيم. بتذكر اول مره اللي لعبنا مع بعض؟ طبعا انت يمكن فزتني 12-0 مع انه الجيم كلها من 10. هلا تحلم فيها العشرة. بنشوف اللي عندي لعب جد يعني للعشرة. انا اوريدي فزت عليك واحد. لا واحد بس. ماكي كلوي. اوه انت تتنين يعني 2 انت. طبعا انت مع مين؟ انت مش معانا ابدا بال مارس. هلا بقول ايوه بلش يفجر. الله غريب انه حتى لما اضرب هاي البليت يعني انه ما بتيجي فيك وانت على الارض. ما والله ما تقدر والله ما تقدر والله العظيم. <الله. تصفيق> انا خلص معزور يلا. ومع هيك فزت عليك. العب يروح. أيوة. العب يروح. على فكره في عندك ضربات ما بينفع معاها الديفنس. لا لا بينفع. انت بتعرف شو بتعرف. هنضل نعيد نفس الضربه انا وانت. سمعني كلام. سمعني كلام. ربنا على الظالم، ربنا على الظالم. قلت لك ما ترجع تعيدها لانه بتاخذ وقت ومجهود. هي مش هيك، ما كان عشمي فيك. بدك تعمل ريج. الحمد لله ما زبطت، يمكن ما كبست منيح. لا على فكرة ما كبست R2 أنا. R1 حتى ناس الأول. يعني اللي بيلعب معك بينسى اسمه صراحة. هو صراحة رهيب يعني... طريقة الدفاع تبعتك حلوة صراحة، تحسن والله. مع انه الدفاع بتكن يعني انه ما بياخد اي مجهود، انت بس تترك الجويستيك هيك. لا 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 جد بالعكس، لما عم تلعب عم تحاول تضرب. بدك تلعب ريماتش ولا تغير؟ كاركتر سيلكت. انت بدك تضلك على جاكسون؟ انا ما بتفرق. خلص ريماتش اذا هيك. يلا روح. بما انه احنا عرفنا اسلوبك وعلى خير ان شاء الله. يلا بابا. يلا حبيبي. انت كان بدك حط يعني. بس صديت الضربة بنفس الوقت. كان هديش بكايك. اوبس تركت الدفاع. يسمى والله حرام. ماجد اخس. نو حلو حلو. انا غلط طبعا غصب عنك. حلوه. او بيبي بيبي. لا 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 I'm loving it. No. الحب ناداني، الفوز ناداني، الفوز ناداني.
في واحد بيتكلم لغه الاشاره مش انا صراحه مخربط بينه وبين الكاركتر. انا عم بلعب ليش ما عم يتحرك معي؟ ول 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 ما انت على فكره حظك يعني كثير عم بيشتغل منيح. حماتي دعيالي مع انه ما عندي حماي بس يلا. شايف التسلل اللي عم بيصير؟ ايوه لا في تخريب في تخريب من طرف خارجي بعدين. هاي ما بتنحسب هاي ما بتنحسب. اوكي انا صراحه عذرتك لانك كنت بتشرب قبل شوي وبدك تبدل ريقك. وانا شفت الياس صراحه اللي عم بيصير هذا. والله ما حدا قال لك تلعب معي تيكن. لا لا بحب العب معك تيكن والله. انا صراحه بحب انه يكون في منافسه حبيبي يكون في احكي رحكي. وانا صراحه يعني كميه التوتر اللي بتيجي لما العب معك هو لا 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 ايش الهبل هذا؟ اعزائي المشاهدين هيك الواحد ممكن يفوز على حكيم ابو نحل. انت جبت والله العظيم جريت الجرف انا صرت. الو في عندي واحد ميت تعالوا لموه وجيبوا اللي بعده يلا ريماتش. انا بنصحك لا كاركتر سيلكت تعرف ريماتش ريماتش راح افوز الجيم هذا يلا انا راح افوز الجيم هذا يلا انجن من اولها هو اصلا كيف وصلت عندي انت من بحر ما في داعي لتذاكر سفر وطيران وتشيك ان بس انه لازم تكون قاعد على راسي اليوم كله بالضبط وتلعب تكن صراحة مش كتير سيئة الفكرة والله ابدا يعني بتوفر تذاكر يعني كمان. اوكي لا الغريب انه ما بتتكمل لما انت تكون على الارض. صراحة أنا أحييك إنك عارف تلعب الجاك مع إنه بطيء يا زلمة مقارنة بنوكتس. ما مش طبيعي يا زلمة بتعرف أضربك تحت. أنا ملاحظ إنك قاعد بتعاني. وهي كمان واحدة لا بالضبط نفس طريقة الفوز الأولانية. خليني اقعد محلك. خليني اقعد محلك وانت تعال تدرب مني. على العموم هلا ناخذ بريك سريع اعزائي المشاهدين وهنرجع نكمل المباراه ان شاء الله. عليكم من جديد نكمل طبعا المباراه لان قلت ان انا راح افوزها اخسرها. فكرتك حتكذب يعني انه لا يلا لا انا بقول حقيقه انا بقول ربنا الحق موجود ربنا ودعشني فيك برضه هذا الحق. والله جاي على بالي اغير الكاستم. شو اخذت؟ شو رايك تشرح لهم مين اكوما؟ اكوما هلا هاي اللعبه اسمها تيكن 7 صحيح؟ بتنافس واحد من الالعاب اللي بتنافس تيكن 7 هي ستريت فايتر. ستريت فايتر لعبه معروفه بالاضافه طبعا الى تيكن لسنوات وسنوات عديده ولها طبعا الشعبيه الرهيبه وعاليه جدا. ولكن الاحلى من هذا كلياته انه قدروا انه ياخذوا واحد من الشخصيات اللي هي اكوما. اصلا هي شخصيه موجوده في ستريت فايتر ولكن حبوا انه تكن يحطوهم في اللعبه. وطبعا بدل ما لانه عاده بستريت فايتر انت بتلعب وجه يعني لقدام ورا بس ما فيك تروح 2 دي هي يعني بتكن بستريت فايتر تروح قدام ورا فقط. اما بتكن احنا فينا نروح فوق لانها 3 دي عرفت كيف؟ فهم حولوا اسلوب اللعب تبع اكوما نفس الشيء مثل ما هو بستريت فايتر بس يكون نفس يعني بس يكون يطابق كمان اسلوب اللعب عندنا هون في تكن 7. ايش الهدوغن اللي مسويه؟ وعلى فكره هي نفس حركات ستريت فايتر نفس الكومبوز نفس الموفز يعني انه الهدوغن اللي بتطلع هي نفس الموف اللي ممكن تستعملها بستريت فايتر على اساس انه تطلعها هون على اساس انه ما يتغير الكاركتر على الناس. ايوه يعني من ستريت فايتر تكن الفرق انه بس على فكره هذا الضرب تكتفي هذا انت هتتعذب كثير بس هو صراحه صعب. صعب قوي. ايش هذا؟ عرفت تعملها؟ تقريبا. ايوه لا كيف بس؟
أنا نقيت الوقت الغلط إن أدرب أكوما صح؟ لأني أول مرة بلعب فيه صراحة. أنا ما بلعب شش مع عم غيره عم حاول أجرب أشوف إذا كمان شخصية جديدة بس بيلي. أوه عرفت الحركات تبعته. لا إيه؟ اوه والله زبطت. هذا ما فينا ندافع عنه. لا والله اسفين بس تصحيح اكوما ما في اسهل منه. يلا انا مستني الريج بس استنى يصير لو اتش بي هذا اللي بدك اياه. ايوه بالضبط عشان افوزك على السريع هلا ولا شيء. اوه هاي لو اجت شو عم تعمل؟ هذا الريش تاعه. اوكي ونطاته على فكره مرتفعه بالنسبه لاي لاعب تكن تاني. والله اذا كانك تلعب ستريت فايتر يعني ممكن تروح على الجهه الثانيه. ايوه بالضبط يعني اذا كان يعني ممكن تروح على الجهه الثانيه بكل سهوله. لا 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 أظن كيف صدها؟ أنا كنت واقف. I think ما بتنصد. أو يمكن جابه بتصدها بس لتحت. لا لا. Low defense. إذا زي ستريت فايتر يبقى لازم نط لورا I think. I think لو نطيت لورا. بس هو بيجي لك أنت ما بتعرف قد إيه الديستنس اللي بياخذها ليوصل لك. هلا هلا بنجرب. بس خلص راحت ال أيوه والله زبطت. أيوه. لا بس إن شاء الله أفوز يعني. تحيا ستريت فايتر. خلص ما بدنا تكن. هلا خلينا نقي اي كاركتر تكن ما بعرف العب فيه. انغسل مخي انا بستريت فايتر والله. فكره خلينا المره الجايه نجيب ستريت فايتر على اساس انه على اساس انه نلعب ليه هو هلا مش مبين علينا انه ما بنعرف نلعب؟ على فكرة مرة تلعب كثير فيه ما هو واضح. لا هنط لورا وات لازم تنط قبليها زي كانك بتصد اي ريش. ما انا كنت عم بهجم لانه ما تقول خسرت الجيم. هذا لاعب المفضل من يوم وطالع خلص. انا خسرت الجيم كله. رمضان كريم. شو بيصير وينعاد علينا وعليك. الحب ناداني. الحب ناداني. اكوما ناداني. اكوما ناداني. بس حلو العقد اللي حاطه حواليه قنابل مش دي بيليا بيلعبوا فيها في البيت. والله لما يزهق بيلعب فيهم بولينج الوحده فيهم. ايش في ستريت فايتر؟ وات يا الله. وي 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 وي. والله رائع اكون. والله رائع. انا اكتشفت انه تكن مش لعبه المفضل. بأمان انت تتدرب بالبيت كمان؟ لا والله صار لي زمان انا مش لعب تكن الا معاك يعني. طبعا بقص ايدي اذا صدقتني هلا بتلاقيني اصلا لا حط السي دي بالسياره بالاف ام وانا عم ايش عم تعمل انت؟ عمار الجوف ليديز اند جنتلمان. خليك تمسخر علي ايوه خلنا مقلب بنفسنا. تعال تعال. لا ما بدي. لا 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 يس تعال عرفتلي ها عرفتلي. والله ما تنعاد هلا الهدوكن بتاخذ وقت على فكره لحد ما تنعاد. خليه تاخذ قد ما بده لحد ما اعمل وحده واظبطها بكون يعني ماكل 60 ضربه منك. لا هلا مش يلا نعوض شوي. لا مش هيك. يعني ما زبطت اول مره ما لا وين بيرفكت مش بيرفكت. ايوه طلع في شحطه كان صغيره. ليش والله اللعبه مش بصالحك هاليومين يا حبيبي.
يلا فوز هالراوند يلا بسيطه. احنا بطلنا نلعب باكوما ولا شو؟ شو يا جماعه؟ على فكره المشكله ما في او انا صرت اعرف انا اكثر على صرت افهم على الجن شوي. انا بطلت افهم على اكوما شكله ولا حدا بيفهم على اكوما. لا هاي حتيجي فيك. بس اطلع قد ايه الليفل يعني انه ال واو وات واو ايش في؟ يعني تقريبا ثلاث ارباع البار كله راح. خلي ثلاث ارباع البار ينفع. يلا ريماتش اذا هيك. والله يلا ريماتش. هذا وين طار هذا؟ خلص على الحوش تاعه. شكله اخذ الحلق تاع البيض هذا تاعه وراح يفقسه. لا اسمع انا ما فيني اخليك بس بدي احاول فيه. اعمل بدي احاول اعمل جوجل باكوما اشوف اذا بتزبط مثل اي لاعب ما اظن حيكون زي اذا كانت بس حتكون كثير صعب. ايوه هذا اسمه غش هذا. اسمع بتدخل ينزل ينزل الله تعال اقول لك هذا اسمه غش هذا. بتجيني من فوق بتجيني من اللعبه الثانيه على السكرين الثالثه. انت جاي من لعبه مختلفه. انت جاي من ستريت. طيب انا ضيف شرف عندك يعني المفروض يعني احترام شوي. ايوه وعلى فكره الليزر تاعك يعني اظن ما بيزبط معه الديفنس. بس فيك تهرب منها لو صرت على فوق او تنزل ممكن. انت وين بتلعب؟ اوي هو بيوقف. وات لا صراحه لاعب مخضرم اكون مخضرم. بتعرف شو ممكن تكون فكره حلوه؟ انه اذا اكوما يعني قدروا يجيبوه على لعبه مثل تكن المفروض يعملوا مثل اديشن ثاني تكن فيرسس ستريت فايتر. هو كان فيه على فكره والله. بس كانوا عاملينها زي اسلوب تكن زي اسلوب ستريت فايتر كان. مثل اسلوب ستريت فايتر نزلوه. بس صراحه حرام يعني انه اسلوب ستريت فايتر في فرق كتير كبير يعني انه بين اللاعبين. انت ما بتعطي اي لاعب تكن حقه اذا كانت هيك. انت دافع لاقول لك ايوه بالضبط. انت موت لاقول لك موت واخسر. لا تقول لي بيرفكت. لا ما اظن هيك. لا بطلت يعني كان ظنك بمحله. كان ظنك بمحله. هاي هاي ما تجي. اوه لا خلص المشكله هي بطيئه كمان. رحمه الله عليه. انت عندك سوبر هلا بس ما بعرف شو بتعمل. مش عارف يمكن تقوى الضربات يعني اكثر ولا بس تعرف تستعملها يعني ولا ايش؟ لا هاي المشكلة انه لحد ما يظبط وضعيته لما انت تروح على الجهة الثانية. ايوه وين رايح؟ وين تعال يا لا تعال لا تعال هنا. لا بس صراحه بذل مجهود خارق صراحه. لا بس هم على فكره الاثنين هم بيعتبروا اللاعبين الفلاج شيب تاعهم كل لعبه اكوما ستريت فايتر وجن جن لتكن 7 العكس اكوما وهيهاتشي. هيهاتشي حتى بالستوري لما تلعب القصه في كثير خلاف بين اكوما وهيهاتشي. وبعدين بديش احنا القصه على الناس بدهم يلعبوا هيك. هو الستوري مود تاعها او الاركيد مود يعني انه كثير حلو بس قد ايه بياخذ وقت تقريبا لحد ما تخلص كل الستوري مود؟ ثلاث ساعات ممكن اقل مش بطال. لا ممكن اقل ممكن هو لا لان هي المفروض انه مش انت ليش ماخذ هدي ولا صاروا مهندس. هلا والله دايجو بو. هلا والله هلا والله على طول. طبعا احنا في البيت عندنا طبعا انا زوجتي عامله قوانين صارمه جدا في البيت جدا وانا عندي اصحاب يعني ايش اقول لك يعني الادب والاخلاق بتنقط منهم. حلو بتنقط منهم. اوكي
اوكي انه هذول قلت لهم ممكن لو سمحتوا الشباب تيجوا تساعدوني يشيلوا الاغراض راح يجوا يشيلوا اغراض جديده يحطوها عشان احملها انا لحالي يشيلوا اغراض اكثر لإلي اوكي جيبوا معاكم اكل لما انا زوجتي تيجي انا تقول لهم اللي بيدخل على البيت طبعا زوجتي هلا سهرانه مع اهلها محظوظة عشان انا ايش يعني هم انا معي شله تنور وانا قاعدين عندي انه يعني ناخذ راحتنا يعني بس احنا ماخذين راحتنا بكل الاحوال بس سبحان الله حتى بغيابها كلياتهم بيكونوا ايش اول ما يدخلوا زي الشطار بيشلح برجله بيروح بحط الخزانه بالجذابه بيحط الاغراض هناك وبعدين بيروح زي الشاطر بيقعد ايش بحط الاغراض بالجذابه الجذابه شو جذابه انت كمان قبل شوي انت من وين بتجيب الخزانه انا بدي اقرا الترجمه تحتك عشان افهم منك يعني لا لا انا بدي احكي معك جزاري شوي هلا وش رايك علي كلمه وش بيقول وش بيرحم بابك انا بدي اضطر هلا اجيب مترجم معي المره الجايه جوجل ترانسليت ما بيترجم من حكيم لجزائري لا بس سبحان الله من دون ما احنا نحكي كلمه على طول بيدخلوا هيك وبيروحوا على طول وين الاكل وبعدين بيروح بس انه على الاقل عملوا المطلوب بالضبط يعني انه لحقوا القوانين لحقوها بس ما قدروا يمسكوها ول انت بس انت ماشي مع القرد اللي بيلعب ضدك هذا ايوه بلش التوتر بلش التوتر انت اللي متوتر مش متحمل كمان اسمع انا بتقهرني هاي النوك اوت تاعتك البوكس يا دوب يا اخي ارفع من قيمتي يا اخي خلص علي بإشي يعني انه بيليق بمكاني مش هيك كيف وانا طايرك عند الجيران كيف وانت طيرني عند الجيران اللي جنبينا حطوش لا هتموت والله اجت كان باقي لك شوي والله اجت لا بس ما اظني هموت هلا اقتلني بالبوكس تاعك منيحة؟ والله؟ منيحة؟ صراحة ما رديتني انت يعني كتر خيرك يعني هذا احسن ديفنس ضد ايدي انك تبعده عشان يقعد يلعب لحاله بعيد خليك كده مع اني ما كبست اور والله اجت والله بتيجي معك حظ هذا كله حظ توتر يا حكيم روح نام يا حكيم والله زي القرد يا زلمه تصبح على خير يا حكيم انا اول مره بشوفك ساكت يا اخي اللحيه كمان شوي حتوقع لا اله الا الله الكابويرا هاي البرازيليه مزعجه يا زلمه هي اصلا ما بتشوف هو بايش بيضربك يعني يا اما برجله يا اما بايده مناخيره هو بيضربك بكل اعضاء جسمه يعني شوف ان شاء الله اوي حتزبط لا لا اوه لا اتس اوفر انت وين ناخده انت معلقه بالخزانة يعني ولا بالجذابة بالجزامة الجذابة يلا ريماتش انا معك جو رد اعتبار بس يلا سختين على قلبك طب قول لي انك حتعملها عشان اهرب يعني مش اعمل ديفنس اوبس غلطتين ثلاثه هيا رابعه ميت هيك يا حكيم يعني كل النطنطه واللف هذا يروح على الفاضي تعال انا خليني ابعد عنك تعال لا لا
طب انا كنت تحتك. وات ووهو. لا لا بس حلوه الحركه هذه. حلوه طبعا. ممكن اعيدها؟ لا اصلا ما حعرف اعيدها. حلو بأيدي انه ما بتعرف من وين بيطلع لك. انا حاسس ان انت اللي مش عارف من وين بيطلع. يو اجيب هلا كنت اقول لك انه ولا واحد ولا 100 ولا 1300 والعب العب ولا مليون تعبيب قلبي هو واللي ساكن قلبي جوا. انت ضلك اضرب انت ضلك اضرب انت والله والله شكلك انت اللي عم تنضرب انت والله شكله هيك صح. خد ايش 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 يعني طب ايش 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 شكرا. اسمع لا تتمسخر لانه حتاكلها هلا. اي اهلا وسهلا اي خدمه مرحبا كيفك شو اخبارك؟ لا بس صراحه لعب ايدي احلى من لعب كازويا. ليش؟ طبعا انا متعت الجمهور. انا بلعب ايدي مش بلعب كازويا. العب كازويا؟ اه لا بدك تعمل فيه مثل ما عملت فيك بكوما؟ لا الله يخليك بليز ما نعمل لك. قول لي قول لي شو الالعاب الكلاسيكيه اللي حنلعبها؟ خليني اورجيك اياها يا اخي. لا توترني يا عمي. لا لا والله مش ما في عندي مجال انه اتدرب يعني انه حنلعبها. لا لا يمكن ما نلعب ضد بعض. اذا في منها جيمز نلعب مع بعض حنلعبها. اذا جيم سينجل بلاير بنلعبها يعني اما انا اما انت. اوكي بس انه يعني حنرجع ايش في؟ حنرجع لورا كثير. باك تو فيوتشر. والله حتذكر الايام الخوالي انا على فكرة. أنا مش عم بمزح. You're gonna like it. والله هي نفس الألعاب اللي كنا نلعبها بالأركيد. ما بعرف أنا كنت دائما أخسر صراحة يعني إنه ما تغير علي الجو أبدا. برجع على البيت أبكي و... بس قديش نتيجتنا لك؟ ما بعرف أنا ما انتبهت صراحة. مش كنت طيب أنت 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 ستة أنا خمسة مبين هناك. أنت ستة أنا خمسة. والله قراب صرنا. كيف بس؟ استنى علي كمان حلقتين هلا. ما بلعب مع هيك اشكال. ما بلعب مع هيك اشكال. انت بتلعب بجيم؟ يس. مع انك قلت انه ما بتعرف تلعب فيه. لا جن مش دبل جن. هو في فرق بينهم؟ غير اللبس؟ لا اسلوب. لا 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 اسلوب اللبس والليزر والضربات والهجمات وكل شيء. يعني نفسه. كيف بس ماخذ شوي من ايدي هو. ايوه هيك نحفته 3 كيلو على السريع. هو بالغلط بس انا مش متاسف أبداً. حتى لا انا محلك بعملها مرتين ورا بعض. وال كيف بس؟ هاد كيف بتحرك هيك؟ أنا ما بعرف. هذا لقب الغزال الشارد. من الرشاقة اللي هو فيها. لا مش هيك. مش هيك. أنا أوريك. شوف الرشاقة. شوف النطة. يا عيني. يا عيني. هي قفلنا الزرار كده. ايوه طلعنا القلب من هنا. انت ما عم تلعب ولا شو شو القصه؟ شو في؟ انا عم بلعب. انت الجويستيك تاعك وصل عندي. ليش مش عارف؟ انت لما كنت تظبط حلو كده المفروض يعملوا له افكت بوب انه لما ينضرب بينزل منه قطن. هتيجي؟ والله اجت والله اجت. يحلق بالعلالي بامبو بامبو بامبو. يا كابتن باب استوب استوب. لا والله وقف خدنا. انت شو مالك بترجعني 30 40 سنة لورا؟ ايش في لا 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 تعال يا رحمن تعال.
لا 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 هيك اللهم طولك يا روح وطولك يا دراع. أنا لو كنت صايم كان فطرت طول... عليك هلا. يا رب يطولك يا دراع وينحفك يا بوب ويهدي بالك ويهدي بخطرك يا جن. أحلى شيء طول الدراع ويوصلنا البحرين حبيبي الله بطل فيها بحرين وبطل فيها ليش عم نصد راسي يحلق بوب. هو المشكلة لو يطول رجليه شوي لسه كمان بدك يطول أكثر. يعني اجت بالصبر. اسعد الله. يعني اجت بالصبر. لا 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 بس واصل. لا لسه في أمل لسه في أمل. حلو التفاؤل. ري ماتش. يلا. لأنه أنا صراحة عجبني بوب. يلا ليتس جو. عجبني كيف بينفس لما يخسر. حلو هم واقفين جنب بعض ذكر الصور بتاع دعايات الجيم هاي قبل وبعد بس صراحة أنا بدي أكون زي هذاك اللي قبل مش اللي بعد حركة بعده أحلى بكثير وعلى فكرة نفس ذوق اللبس القميص اللي عليه حديقة هذا الله هو ماكل الحديقة مش قلتك تيجي والله اجت على فكرة كنت عم بحاول اعمل دوج ما انا عارف ما انا عارف انا اخذتك على قد عقلك والله ومشيت معك ايوه اوي هاي غلطة كان غلطة غلطة انك قلت بدك ريماتش لا لا هي هو راوند واحد يا حبيبي هو راوند انت شو عم تعمل؟ والله بلف ورق عنب عالفادي انت عارف انها جاية طبعا متوقع انه يهجم عليك مثل ال قلب بلوني هو تحرج مثل العجل ايوه هي هاي رمية الكرش السحرية اوه رمية الكرش العظيم حلو كيف انه بيزبط يعني انت وين وجودك صح؟ على اساس انه ينط عليك لا انا ما كان قصدي ما كان قصدي ما كبست ار 1 ممتع انك تضرب بوب صح؟ صح؟ آه. يعني زي كأنك تضرب بانشينج باك هيك بس مش ممتع اني انضرب البانشينج باك هاي ايدك غير متوقعة وحوي يا وحوي الله عيني يا رشيد كده فراشة فراشة ليه عملت ريماتش عشان بدي اعوض الخسارة فاضحة للمتحنان مش عاجبك بوب ها هيك عنده دائن حلو هيك شايف كيف الدائن تاعته هي مش كاملة لانه اكل نصها ما كملتها
ما انت فايز فايز يعني. ما شاء الله فايز. أوبا. اوه لا 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 راحت على الفاضي. لا تنبسط كثير لانها كانت ما في اسهل منها يعني انك تفوز علي. وانا اللي عملتها انت اللي غلطت. انا اللي عملتها لا انت اللي غلطت صح كما قال الشاعر. انت اللي عملتها وانا اللي غلطت. حلو كيف على كل ضرب بوب بيطير 3 متر لورا. خفيف لانه خفيف الظل. لا يس لا يس لا وحسرتاهن على سلاسل كل من ذي عشق قضية. اي حاجة مشي. انت شو عملت؟ ما بعرف بس وجعتك والله كتير. طب وبعدين بعدين كيف وانا ارفعك من تحت؟ ارفعك من تحت يعني. طب ممكن اعملها خليني افش خليني ممكن اعملها قبل ما اموت. يلا انت فايز اوكي يلا يلا هي احنا على الهواء. والله للاسف كاركتر سيلكت خرب بيتك يا بوب. فشلتنا مش فشل تخنتنا. ممكن اعملها اوكي هذا عشمي فيك. عشمي ايش هذا زي جبنه عشمي يعني ولا عشمي الجبنه العشمي بتعرفه. لا بوبا بعد اليوم. لا بوبا لا بوبا ابدا. نرجع على نوكتس. والله هو اللي بيفهمني نوكتس. على مين بدك تروح؟ بتنقي ستيف. الباب بيفوت جبل. الباب بيفوت ستيف. تطلع برا. ممنوع ستيف؟ لا بصراحة ما بقدر افوزه. خلاص يلا بون. يعني هذا اللي بقدر افوزه انا. لا خلاص بلاش بون. لانه بون. ما لعبت حياتي انا يا فرحتي. لا لا ما لعبت حياتي. يا فرحتي. طيب يلا على خير. بدك نقي شيء ثاني؟ خلص نقي. لا خلص نقيه والله الكاست بتاعه حلو. هو وين بقية شنبه؟ هذا الشكل القديم تبعه. الشكل القديم الشنب القديم كيف هو صغير كان هو شب كيف شكله. والله أزمة منتصف العمر هي. لا لا هو صغير هيك كان شب. هذه الخريطة تبعت نوكتس. شوف شباب هاي الشخصيات اللي كانوا موجودين والله هي هاي الخريطه ما بتطلع الا لما نقي نوكتس يعني. لا 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 بس هو اضافوا الخريطه لما اضافوا نوكتس للعبه لانه هاي هامر هيد هو المقر الرئيسي تبعهم في لعبه فاينل فانتسي. هذول تشوكوبو مين الاخ الدجاجه هذاك مين هو هذاك؟ والله هي هاي النعامه اللي بتركبها بيسموها تشوكوبو. هذه اللي لما مسافات طويله مثلا بدل ما تاخذ سياره أو تمشي مشي وبعيده تركبهم. يلا يلا استعف استعف والله منيحة عشان إذا ارتفع سعر انت ولا فعلا معاك لأنه والله أنا بدي أفوز وأروح. أنا بس إذا زاد سعر البترول نلعب اشتكن على الأقل يعني سعر هذا هذا. أيوة بالضبط سعر تكن بيرتفع لما بيتزا تقل. والله حلو الشنب. واه يا عيني لا تغلط معي. شو الإكس هاي اللي بصدره؟ ما بعرف. You are here. انت هنا انت هنا في قلبي. بلشنا؟ انت نسيت انت نسيت صاحبك هذا. بلشنا؟ طب بعدين معك؟ لا مش كل مرة يعني. طب بعدين؟ واو طبيعي طبيعي ما انت قاعد سرحان بالارض يعني. طبيعي. اوي والله حلوه. اوه كان مطلع لك السطور. كان حيقص نص شنبك الثاني. جاي تعمل دونر. جاي اعمل مين؟ دونر. والله على سيره الدونر لازم تفوز. يا
رح تيجي. انا شايفك، انا شايفك عم تستنى عليها. انت شايف اصبعي على الار 1 وهي اجت غزيتك برجلك. هي تعال وبعدين ايوه اشتغل الكبرياءات حكيم. اه ما كانش شغال من 10 مباريات قبل. كان لسه بيدرس ما كان شغال. اي ما كان بدي اعملها بس والله طلعت مع الكومبو. ايش الرمح اللي بيطلع هذا؟ انت ما بتتوقع من وين ممكن يطلع لك. بعدين هو واحد فينا حيضرب لتحت. هو انا. وانت فزت يا فرحتي. نطيت من فوق الدبوس. آه. وبعدين وبعدين اه بيرفكت. لا يس يا اخي السماعه خربت يا اخي. لا تصرخ السماعه خربت. وصلنا على البحرين. ريماتش يلا بيرفكت. لنشوف هلا. شوف اللي بدك تشوفه. كلهم شافوا. يا رب تخلص بطارية البلاي ستيشن. يا رب. لا أنا ناوي لك على خير. ناوي لك على كتير خير هلا. أنا ليش من كوب بلعب أنا بيعمل 4 ضربات ولا 3 ضربات وأنت بتعمل 5؟ أنا عرفت لك هلا لأني. من تحت. من تحت. لا ما انا خلص عرفت انت كيف تلعب. هي المشكلة الكومبو ما بتتكمل معه ما بعرف ليه. ايوه اوي أفضل. ايوه اقتلني. يعني انت بتحاسبني اذا طلعت على الفاضي. نعم اوكي. هو لازم اصلا اهم شيء انه اعاقبك على اي غلطه بتعملها. انت الكارما تاعتي لانه اي سويت لك فيها يا اي سويت لك كمان. اي هلو اوخ. لازم احفظهم انا. ختمتك. ايوه ضلك تحت. ضلك مدافع والله تحت. ما كان قصدي. انه خلينا نكملها يعني. اخ اي كان ذا ريد انا عارف. ما كنت حاملها. لا. يلا اخر راوند. انت اللي متوتر. انا مش متوتر ابدا. واضح يا زلمه. طلع الليل يا زلمه. انا مسحور. يلا الناس بدها تروح. انا عم بحاول اطلع ريش. اكتشفت انه لسه بدي اخلص. اوف. لا 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 بس ما بموت. ما بموت بس لسه في امل. ما بموت لسه في امل. ما بموت صح. ما اظن. اوكي بس انت حالتك صعبه هلا. أوه لا.
فادحة، هاي غلطة فادحة. يلا نسحب على حسابك عشان نفرح فيك. الواحد لما يكون فرحان يعني بيعطي بروميسز ما بيقدر عليها. يلا أنا كويس. بدنا فول وفلافل بما أنك كل يوم بتذكرنا بالفول والفلافل. لا يلا ما أنت جبت لنا كوليسترول من كل مرة بتسلم فيها علينا. كاركتر سيلكت. يلا روح. عودة النفل. إيه خلينا نلملم شتات ما تبقى منه. نلملم شتات ما تبقى. طيب أنت شو حتختار هلا عشان نعرف لك؟ السلام عليكم. انا رايح. لا انا بس طالع من البوكس. انا حطلع من هون او اوقف هناك. ليش هيك يا ظالم؟ يا ظالم يا اللي ما بتخفش تخسر. ايوه هيك بدي اياك. مين هذا؟ مين هذا؟ لا والله صراحه مين هذا؟ ماما فينك. انت لعبت الفينك من قبل؟ شفت سرام بيلعب فينك قبل. اوكي اه يعني ما بتعرف تلعب فيه؟ لا الله على بركة الله. ليش؟ ليش يا الله ليش؟ حدا قال لك تغير عن ستيف؟ ما هو عشان انت ما تزعل. اه اوكي هذا كله اللي صار فيه. وخايف علي ازعل ولا لا؟ اه والله والله اه حقيقي. ايوه يا ابوي. يلا لنشوف هلا اخريتها. اسمع حيوان الباندا على حافة الانقراض. ف بقدر حقتله. ولا شو حتعمل فيه؟ اوه والله طلع قوي. اه عمل لك حركة البخ بخ. المشكلة انه ما بيضرب لتحت لانه ما في عنده تحت اصلا. انا ايش عم بحاول اعمل؟ اها هي هاي الحركة. هي هاي هي هاي اللي بدور عليها. هلا حيعمل فيك فولي بول. استنى شوي. نشوف. اوه كانت جاية والله. ولا اشي. لا في في عنده حركات يعني ما بتقدر تعملها ديفنس. وات جابك؟ وات جابك ابو شنت مضحكه جابك. والله ضرباته مش طبيعي يا شيخ. ضرباته رائعة. أيوة أيوة أيوة. لا أوه. والله كنت مفكر حالي فايز. مفروض ما أفكر كتير. لا. وشو عم بيسوي بالضبط؟ مش عارف. ايش عم بيعمل؟ صراحة بطيء جدا. بطيء جدا. اه بس لما تضرب اكنك شجر بامبو بخلقتي. اوه
كيفش تعمل كيفش تعمل كيفش تعمل كيفش داعي. المشكلة هذا لما يركض على الفاضي. فما فكرت أضرب أبدا. طب وبعدين هيك خليت الباندا ينقرض هيك لساته موجود يعني تخافش موجود وين موجود موجود كله تمام نعملها ريماتش يلا عشان نتاكد بس نتاكد ايش انا ما صدقت نقول دخيلك يا ترى انا جاي اعذبك اليوم مش زعلان مني ما قابض الشغله جد يعني اي هيت يو هاند وال وال والله ضرباته مخيفة عطار كيف صديتها؟ نفسي أفهم ما أنت كنت بتركض طيب وقفت ركض شيء مش مشكلة يعني إذا هي بهاي البساطة ما كان خسرت أنا قبل شوي. يا عمي ليه بضل يفكر ينط هذا؟ عالفاضي. انا ما كنت بدي اعملها انا كنت بدي اعمل اللي هي هي طلعت معك بالكومبو هي لما بعمل الكتف هاي الضربه هاي بتطلع معك لما بعمل هاي انا هذا اللي قاعد بعاني منه لما ليش مش عارف تصبر حتى هاي مش عارف تصبر الظاهر طلع الهبل اي اي ايش استنى عالم الحيوان بيتصلوا فيه بدهم باندا فغير غير مش معقول يا زلمة مش عارف يعني زي كأنه متدرب بوكسينج هو هدوء صراحه عن جد عن جد محتاج اركز والله ما والله ما عرفتك هيك يا حكيم والله مان والله انا بلعب معك على اي شخصيه الا لما تلعب باندا او كوما ما بقدر على اي شخصيه لا عن جد انا شايفك عم بتعاني بدك كمان عصير ولا لا يا اخي الكاركتر تاعك هو نفسه الكاركتر تاعك شايفه تعبان كيف اذا تخطفه بفاك لا ليش ما بيموت لا 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 مش رجولة هو نصيبنا هيك اسمع اترك الجويستيك شو اخبارك انت هو والله هو نصيبنا هيك على اخر ضربة يعني بالضبط بالضبط جاي بديش يلعب ولا انا صراحة انا خايف على الذبحة الصدرية اللي حتجيني هلا اسمع خلينا نقرب شوي شوي من بعض تعال شوي تعال لا لا تعال تعال خد يس يس يا الله توتر انت
انت استخليت حماسي. لا بدك تلعب بدك تلعب ريماتش. لا 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 ريماتش. لا والله لا والله ريماتش او تطلع فاصل. اطلع فاصل انا هحكي مع المخرج هذا كيف البرنامج. يعني ايش يعني حيتفرج على كرسي لحاله قاعد هون ولا شو؟ بدل احسب المنظر اللي عم يصير فيه هذا. لا بس بدك تعترف عمار وترك باندا وترك عمار. يا الله خلص كاركتر سيلك لانه انا تعبت نفسيا صراحه. يلا كاركتر سيلك. اوكي اسمع شو تحكي لك. لا كاركتر سيلك كاركتر سيلك خلص. انا تعبت. انا حسيت حالي حرقت كالوريز ليوم الكالوريز. لا اذا هيك خلص خلينا نطلع خلينا نشغل لك الكلاسيك جيمز. بس بدي اعرف شو هم. هلا ودي يلا هلا ودي نطلع من الجيم هلا. اوكي و هورجيك لا بس صراحه كانت رائعه. الدور اللي لعبناه كان رائع. لا يعني منافسه قويه كانت. تجننتني علني. منيح انك اعترفت يعني. حرام حرام اللي صار فيه هذا. والله ما بتحمله. يلا بسيطه بسيطه. لا بس بشكل عام صراحة في تحسن بأداء اللعب من ناحيتين يعني كل في تحسن. لا أنا لاحظت يعني من أول مرة لعبنا فيها لهلا. لا احنا كنا بنلعب كثير مع بعض أصلا يعني بس إنه بس هلا لأنه في ضغط نفسي علينا. لازم تبدع. لا مش معقول. سيجا أيوة سيجا. واو تذكرتني أنت بقى يعني. أنا ما كنت بلعب سيجا إلا يعني إنه بيوم واحد لما يكون عندي تاني يوم امتحان رياضيات وأصلا بدي أهرب من الدرس أنا. أعمل نفسي مشغول بأي إشي. طيب خلني أحاول أعدل لك الموضوع. أوكي شوف هلا أنا عم بعمل حركة المخرجين نفسهم بيحاولوا يبدعوا. يا عيني هورجيك انا اشياء اشي هذا يجي بتعرف يعني انا ملاحظ لا. انا ملاحظ انت شو عم بتحاول تسوي صح؟ بس مستنيك يعني انه يلا أوكي. اوكي احنا رح نلعب ايوه العاب سيجا القديمه اللي هي هلا بوتيك. اوكي ما بعرف اذا فيني اتحكم بالكنترولر ولا لا لسه. أوكي. انا اول مره بشوف هاي الشغله يعني جولدن اكس. شو عم بعمل؟ طلع جيم لايبراري. اوكي شوف شو الجيمز اللي موجوده. بس وين الاسم ببين؟ اوكي اليكس كات. لا وهي هي الكنترولر عندك يعني هي هون. شوف طلع شوف الاسامي الموجوده تحت هون كل هذا اللي عندك. طلع عندك هاي غرفتك. هاي الغرفه تبعتك. فينا نروح نعدل السيتنجز هون. ايش اعمل لي خفف الصوت انا مثلا خفف. لا صراحه انا كيف؟ انا اول مره بشوفها يعني. انت بتنزل الابلكيشن ولا بتنزل الجيم كامله وفيها بقيه هاي الالعاب ولا لا؟ شوف هي هو برنامج. كيف احكي لك يعني انت هلا بالغرفه تبعتك. تمام اوكي. فكل الجيمز هاي اللي كانت موجوده على السيجا زمان. طلع في عندك سونيك اشياء كلياتها. هذا اوت النوم تبع الشباب مش عارف ايش. Altered Beast و Golden Axe. تذكر Golden Axe ولا Golden Axe؟ اكيد ممكن نلعبها مع أكيد. بعض اكيد احنا تربينا عليها. ايوه بالضبط. فهلا قبل ما نفوت لهون خلينا نشوف اذا فينا احنا نشبك الهاند ريسيت كنترول. طلع بيقول لك ايجكت كارت. اذا بدك تغير اللعبه يعني انه تحط السي دي ومش عارف ايش. هلا بنشوف لك الوضع كيف. اوكي طيب تمام. شو بتعمل هون؟ بتفوت على البلاي. اوكي بدنا نختار. بدك Alien Storm اليكس. تتذكر اليكس كيد؟ خلينا ننقي لعبه يعني انه اغلبيه الناس بيعتبروها يعني انه يعني مألوفه بالنسبه لهم. ما عندي مشكله. زي ايش؟ سونيك. زي سونيك. سونيك 2 كمان. في سونيك النكلز كمان. في 3D. هذا كل سلسله سونيك هاي اللي احنا كنا بنحبها. في سونيك اللي هي المفروض مع تيلز كمان. اوكي مع تيلز. في ما بعرف وين كان الجولدن اكس مش فاكر بس هنشوف شغلها. طلع حط السي دي هون. والله حط الشريط. هلا انت بديت بسونيك. كويس لانه اغلب الناس يعني انه بيعرفوا مين سونيك واكيد لعبوها يعني. ون بلاير كومبتيشن. ما بعرف فينا نغير انا وانت. اظن ون بلاير هي يمكن. هلا نشوف كومبتيشن كيف نلعب. حتى الجرافيكس مبينه زي كانه
والله واحد ابن 7 سنين اجى رسمها صح؟ قال يلا الله معكم. يعني لما تلعب اشي مثل تيكن او ستريت فايتر او اي جيم على البي اس 4 بعدين ترجع للمكعبات اللي قدامك يعني انا مبسوط يعني صراحة. انا رجعتني يعني انا حاسس انه عندي امتحان فيزياء كمان بدي اروح ادرس ولا اشرب الحليب عشان انام. اوكي هلا هو هذا انا ما بقدر العب الفورس. هو شو كان اسمه؟ هو انت اللي تتحكم ولا انا بتحكم؟ انت بتتحكم بسونيك اصلا بالايش؟ اه لا انا عارف بس انا مش عارف اللي كنت هذا ما اصلا بتقدر عشان الاثنين هي يمكن سنجل بلاير هي طلع فين نلعب هلا اوكي فاللي احنا رح نعمله هلا بكل بساطه انه احنا كمان اصلا هناخد بريك سريع يعني كمان دقيقه مش مشكله فبس بدنا نعطي فرصه للناس ان يشوف كيف اللعب كذا نحاول نرجع نلعب الالعاب القديمه الاشياء هيك كلياتها تمام فبدنا نستمتع طبعا هلا نقل هلا اوكي هو يعني اوه زي كانه بيعمل نفس لعب تيرز والله كنت لعب تيرز استنى خليني اشوف بالاكس لا وحتى بالجويستيك كمان بس بقدر اركض طب استناني رائع يا الله بس انا ما بقدر ابعد الا لما طب هلا انا لو ما قدرت امسكك بيقدر يجي لحاله يعني هو ما بعرف بدي اشوف انا طاير انزل لتحت مشكله مش يلا بس كيف ممكن تقتل هاي الشغلات اللي بتطلع لك ولا بس لازم تبعد طب اسمع فيك تطير يعني انا معتمد عليك باللعبه يعني انا لما اروح لما اطلع من السكرين بجي لك طيران فانت الاساس باللعبه عرفت كيف؟ فانا بلحقك انا بحد فيها هلا خلص هيك بس بجيبك بس مهما صار لي مهما تأذيت يعني من الدبابيس او الشوك هذا ما بصير شيء انت اللي بصير لك شيء I think you need to just keep trying. If not, so. طب استناني بس اجي انا بجيبك. هاي. هلا والله. هل. الحلو بالموضوع اذا انا كنت سبورتنج كاركتر مثل هيك يعني انه تعطي مجال للناس اللي ما بيعرفوا يلعبوها على اساس انه يعرفوا شو الموفز وكيف يروحوا صح وبعدين يعني انه خلص لما يتمكن منها اللعبه بصير ممكن يلعب لحاله اساسي مثل ما انت عم بتسوي طيب بس انا وين اروح؟ خلص بدك تضلك تجمع اكبر عدد من الكوينز اللي بتقدر عليها انا هيك بتذكرها يعني اوكي راحت الكوينز اكبر عدد من الكوينز قلت لي لا في كمان اكبر عدد تضيعه من الكوينز يا اخي بيستغرب الواحد ايامها كانت هاي الجرافيكس وكانت اللعبه رائعه بس هلا بتطلع عليها يعني انه ايش اللي كنا بنسويه هاد عندي جرب اطلع لك واحد انت ما فيك تفهمني خلينا نجرب لو انا كنت فوق وانت نطيت لعندي يعني انك تكون تحتي بالضبط بس انا بدي اشوف اول شيء وين بدي اروح لا انتبه اوكي تعال هلو والله شوف بس مش المفروض هلا هي اوكي تمام اوكي هلا بدنا نحول كل الازرق ل احمر الله يا عيني هلا احنا زبطناها مره نشوف مثل نعملها مره ثانيه لا انسى مستحيل يلا انا هيني بشجع باقي 100 كره يلا جو حكيم هذا انت اللي وراي جو حكيم انا بشجع بس
انا دعم معنوي. دعم معنوي الله يخليك. جو حكيم جو حكيم اهم شيء. جو حكيم سبحان الله لما ينط. لا لا صرت اسرع. ما هو بدك بدك تجاريها يعني انه جو حكيم جو حكيم. انا مثل حبة العوامة بصيبها. يا اخي والله ايش بيفتح النفس. 64 كثير. وينهم طيب؟ ضايل لك وحدة صح؟ لا ايوه لانه اخذت اللي فوق 64 مسلو. هم عم ينقصوا. اوكي عمار سريع كثير صار. يلا جو 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 هيني معاك معاك. لا 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 رجعتك؟ وين هروح هلا؟ كثير سريع عمار كثير سريع. الحلو بالموضوع انه انا وراك ايش الطاوله. يعني لا بقدم ولا بقدم. بيرفكت عمار بيرفكت. عمار سويناها يا عيني. الله كل الصوت لعمار. حلو هاي الجوهره الثانيه خلنا. كم وحده لازم تجمع؟ ثلاثة اظن. ما اظني لا ما هو باول الجيم بيخبطك ناكلز بعدين بيقعد كلهم منك. اظني كانوا خمسة ولا ستة ولا اشي زي هيك. اوكي يعني لسه طولة يعني هيك. والله ما نعرف. طيب هلا احنا ممكن نكمل بس. أوكي. لو بدك ممكن مش غلط لانه ما شاء الله كولكشن يعني رائعة كانت. شوف هلا رجعنا لاول المباراة لاول الخريطة اصلي. تمام هلا شو لازم تعمل؟ هلا لازم تجمع كمان كوينز من اول وجديد؟ لا هو في مكان لازم تروحه. يا الله. شوف هاي نقطة. برافو. اما انت اخذتها خلص. يعني كان لازم تلحقني. انا بجي لك طيران انا. اوكي يلا. يلا تيربو تيربو. وينك انت؟ انا سمعتك. باي. انا مش عارف انا وين اصلا، انا رحت على اللعبة الثانية. بتلاقيني جاي لك من فوق. في لا لا والله جرب تطير. لا الطيران هو بيجي لما انا اطلع من. لا 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 دوس اكس وبعدين دوس اكس مره ثانيه انت بالهواء. اوكي تمام. اوكي لا يعني انت لعبها من قبل. تمام. الله لا لها وقت معين هي. بيج هارد يا معلم روح. اعطيني تنتين. تنتين بوليكا تا بوليكا تا انني جاع. انا صرت بالسقف على نعم فاني وراي. يلا يلا فوق 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 يلا 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 فوق لفوق. لا يمين كمل كمل روح يمين 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 انزل شوي. ايوه برافو يا عيني. حلو عمار كيف انا معك كيف انا معك. اسمع في بوس هلا شكله جاي. وينه ما بعرف. اوه ابعد 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 ابعد. طيب شو لازم نعمل؟ ما بعرف. سلم عليه؟ خطر. هلو سير عمار. هذا عشان ال انت لازم تعمل شغلة بس انا مش عارف شو هي. معي قتلنا! انا كنت جاي انط من فوق بس يلا كويس. يا عيني يا عيني. طيب يلا خلينا خلص. اوكي تمام خلص خلينا نشوف اي لعبة تانية. بتذكر من قبل انت ارجع طلع 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 شوف 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 سيف لود فوت سكيب كل الاوبشنز موجوده. فيك يعني فيك تنزل لهون طلع حتى فيك تطلع الشريط من مكانه اجاك كارتريدج. وطبعا هاي ما بتخاف اذا المحول حيحمى ولا لا لازم تطفيها. ولا تطلع الشريط وتنفخ شوي. يا الله تلعب بلعاب انت ما عم تلعب بسونيك. هذا وندر بوي ما بعرف في مثل سلاج مثل سلاج هي ولا مثل سلاج؟ مثل سلاج مثل سلاج اسمها تو جام ان ايرل. صراحه مثل سلاج هي كانت من اروع الالعاب. بس مثل سلاج ما كانت تكن ما كانت سيجا. لايت كروسيدر كان في كونترا. كونترا في لا بس كونترا كانت نينتندو. كونترا نينتندو هي حسب ما انا متذكر. ما في كونترا كان في فايتنج جيم هي لعبه قتال بس الكاركتر مش عارف شو اسمها بس الكاركترز اللي فيها كان واحد اسمه ادم واحد اسمه اكسل. متذكرها ادم اللي هو الافريقي. استنى 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 ستريتس اوف ريج. ستريتس اوف ريج ممكن هي جربها. شو هي اسمها سوبر ثاندر بليد معنا مين الاخ ما بعرف.
يلا هاي بلاي. اوكي ان شاء الله تكون هي يعني مفروض، لان لو كانت هي انا حروح على البيت اكسر البلاي ستيشن واشتري سيجا ميجا درايف. بتذكر السيجا ساتر؟ اه طبعا، اللي هي سيجا ساتر يعني يمكن نزلت شهرين ما حدا انتبه لها انه نزلت بالاسواق. يمكن على الاغلب انت اللي اشتريتها بس الوحيد. لا سيجا ساتر ما كان عندي، كان عندي سيجا ميجا درايف 2. تو بلايرز. ايه في عيني تو بلايرز. هنا نشوف لك ايش الاوبشن الموجوده. لايفز اوه خمسه لايفز. يلا فايف. بما انه احنا كثير لعيبه يعني كنترول، خلينا نشوف شو الكنترول هو على اساس انه ما لا نكتشف نتعلم. اوكي نكتشف تمام. تو بلايرز شو الاوبشن حطيت؟ ايزي ميديوم. الله يا عيني. مش معقول. لا احنا مطولين، احنا مطولين. طبعا انا هلعب زان، انا اكسل. ايوه 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 بليز. انا حكون اكسل. اوكي انا زان، انا زان. يلا اخترت. يلا اوكي احنا نلعب احنا مع بعض ولا ضد مع بعض؟ صح لا احنا مع بعض. يس ليتس دو ذس. احنا قاعدين للاربعة ونص. اهلا وسهلا. ما في والسهرة صباحي. اند بوم. Yes, we're lucky we found the bomb. لا 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 هاي صوت البنت. Yes, we're lucky we found the bomb. What's our next move, Axel? انت طبعا قلب عليك صوت البنت. يلا طيب خلص. Well, Zan was right about the bomb. Maybe he's right about the robots too. خلص زيد. والله زيد. But I have to see. I'm sorry you don't believe me, Axel. But there's no time to waste. Let's go. يلا ليتس جو. يلا يلا ليتس جو. عشت الدور. ابي نلعب والله. عشت الدور. او ماي جاد يسعد الله. لا صراحه الروبوت العجوز. انا صراحه ندمان على الوقت اللي ضيعناه بتكه. لا تضربني، لا تضربني. حلو الله. انت عم تضربنا احنا الاثنين. اوه اوه مثلث بيعمل الضربة القوية اللي هي البعيدة هاي. الله على على جيل الطيبين. ايه ده نضرب سوسي ولا ايه؟ انت ايش يا حيا والله ما كنت عارف بس يلا. لا خلص على فكرة انت مين عندي طيب؟ انت لازق فيي وانا مش عم بضرب الا انت. الله كان في حدا تاني هناك. اه طيب اسمع تحرك معي لهون يمكن بلكي هو ما بيركض بس بيمشي. لا اسمع بهدلون. انت تجمعوا عليك اكثر من واحد. انتبه انت الباور قاعد بينزل. هنقرب نموت على فكرة. اوه اوه هذا قوي شكله. اضرب اضرب. ايوه كارسيا كارسيا ودونوفن. ولا اوبس ولا ايش في؟ انا كنت عم بضرب. لا انا متت. هو الشباب هيك طقعوا لنا؟ والله شكله في دق خيانة. ليش عم تضربني انا؟ ما انت جاي قدامي. اه هيك رجعت. فايف لايفز. اه نقينا فايف لايفز. سوري نوت سوري. شيل 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 ساعدني. لا ما تضربني انا. هي ضربة واحدة على فكرة. يا زلمة شفت نص الهيلث تبعي. ما انت عندك لايف ثاني عادي. انت انت روح من قدامي لانك بتاكل الضربة معي. اسمع نروح لحتة ثانية خلاص. اوكي كل واحد يعني انا متت على فكرة. هلا اجتك لايف ثاني. اوكي انت على اليمين انا على اليسار. حلو؟ تمام. قصدي انت على اليسار. العكس العكس. اوكي خلص اوكي روح روح يسار. قصدي روح يمين، قصدي روح يمين. مش بيان. عايزين نلعب ابسط لعبه في العالم ومش عارف. ما حدا يجي عندنا، ما حدا يجي عندنا. روح الثاني. شيلو! سوري. نوت سوري. حلو. اوكي يلا. كمل. نرجع لموضوعنا. اوه مين هذا؟ مين هذا؟ ينزل. حلو كمل.
عندنا لايف تانية. اوه اه خلصت علي يعني. انا ما خلص عليك. قول لي. اوه هذا سريع. تمام. بس ليش ما ليش ما بيركضوا؟ شو بدك يا يركض؟ تفكر انه كان في ركض اصلا ايامها؟ كان في حبي ايامها. متى تبعت اللعبه هاي؟ 93 مش عارف يمكن 1900 وزمان. هذول هذا بوس. اوه هذا عنده مسدس. انتبه. بس المشكله طب خليهم يجوا هون. بس ارجع لورا يمكن لو رجعت لورا بيجوا لعنا بيشوفوا. لا ما هو لانه حيطخ عليك. مش مشكلة تبعد عن الطلعة. بالضبط زي ما انا بعد. قوم هنا قوم هنا. هو الثاني ما اطردك ولا لسه؟ اطردته. هاها تمام. حلو. اوه مين هاد؟ بوب من تكت. كيف حملته؟ بوب من تكن. اسمع حملته وقع علي وقتلني. لساته عايش. اوه اخذت السيف داون. اسمع بعد السول خذ السكينه خذ السكينه. تعال عندها بالضبط ودوس اكس. ايوه اوه الله لا يوفقك. اوه لا لا انتبه انتبه هذا بينفخ نار. بينفخ نار؟ تعال مش ولا ولا غيري؟ واحدة بواحدة. الاخوة الاعداء. تمام ما تكتب. ايوه ولا ما اسمع اسمع ايش هذا؟ ايش اوه لا احنا هيك خلي كل واحد يجي. ها شو تحرج هاي؟ انا قلت لك هو بوب بس بغلط اللعبة. شيلو صراحة انا مستمتع اكتر من تكن صراحة. يا اما انا قنوع يا اما انا ما بعرف العب تكن. ايه اوبس لا بدي اكل بدي اكل اعطيني هدول كيف؟ انا مش عارف اضرب غيرك. تاركهم وعم تضربني ليش؟ اوه انتبه انتبه. اوه وصل الشباب. انتبه ها انتبه عشان اضربك. ايوه هيك تمام. انا عندي الاثنين هذول وانت استلم هذول. خلص طاحوا ضايل واحد. انا ما عملت شيء ولا انا. لا انا كنت تاركك على فكره. ما بعرف كيف يعني تدوس على اي شيء انا بعد عنك. طيب هدول كيف ممكن ما بعرف كمل قدامه وشي. كارسيا شكله قوي. شوي لا بدي شوي طيب شوي لا ما خلص روح ايش هذول تو انا بروح على الورق. مضرب. اوه انت رحت بس عاد ارجع ارجع. اوكي فيك تعمل تبتين. الله يرحم لما كنا بنحط الدراهم وبنخلص المصروف كله يخلص المصروف كل مصروف خمس دراهم ونروح على اللعبه هاي. خلص الويكند اخر خمس دراهم يعني لو عشان هيك ما طلعنا رجال اعمال ناجحين حياتنا كنا بنضل بنضيعها على هيك العاب. انت شايف ان هذا ضيع وقت؟ طبعا لا. اقتلوا هذاك. اوكي يلا روح. بس هاي عشان نرد العين قتلتني. كنتني فيك تغير شخصية لا خلص اكسر
استلمه. طيب يا بارون وزع. خلص. اوه الي يا حيوان حيوان. عشان الناس يحكوا انه احنا اصحاب بحقه حقيقي. يلا خدنا هاي هون. بعد شو؟ ايش اللي مسكت؟ انت مسكتني عشان ما اخدها. ايوه انت قتل وانا اكل. خلاص راحوا. لسه خليني اربع شاشه في الوقت. ليش بتمسكني؟ ما بعرف. اظن ماتوا خلص. يا عمي. لا بس سويت لك دوتش. هدول بيجوا تهريب يعني ولا شو؟ عارف. في واحد راح. اوكي. اوكي. بون. 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 هو مش انا هو. المهم يموت. مين ما تقدر تقتله. يا كلب لا قتلني. ترجع عادي مش مشكلة. تمام خلصنا. انا لسه بدي اعرف شو في العاب تاني. ما في داعي والله تعال نستكشف هيك انه العاب. يلا نخلص بس هدول. صراحة أنا مستمتع جدا دائما بشوفهم. الشغلة ما فيها سحور خلص. أنا هذا سحوري. والله جد كده مثل ورا. الله تعالى حياتي. بس يا ريت تحكي لنا يعني كيف نقدر نجيب هالكولكشن أو وين تلاقيها؟ هو على ستيم. اوكي. في 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 كولكشن اسمها سيجا ميجا كلاسيكس ولا شيء زي هيك. ترميني. فظهر انه كل الكلاسيكس اللي موجوده هاي زي ايميليتر يعني عارف حلو. والشيء ما كان يعني اقل من 60 درهم يمكن ولا 50 درهم. والله بلاش طالع ابدا. طبعا في العاب اغلى من هيك كل مره ولا ما تكون مسليه هالقد. فهذه فيها كل الالعاب تبعت سيجا اللي كانت موجوده على يعني حركات هاي عاملين حركات حلوه كثير صراحه. ف صراحه انا عجبتني جدا. بترجعنا مين الاخ هذا؟ الاخ انتبه هذا اسمه شيفا. الله لا مش قادرين. هذا فكرت انه هو راح يقطعني يعني. هيك المفروض على اساس. ايوه اضربنا احنا الاثنين. ما هو بضربك عشان مصلحتك. بالضبط. تعال تعال يا ريت الشغله بتفيد يعني انه ايوه لسه ما مات. خليني اخذها. طب خلص لا انا محتاج انا محتاجها. يا ويلكم. اوكي روح انت هناك ابعته لعندي. وي يلا ايش هذا مسحه وهو بيضرب. طب تضربنا احنا الاثنين. خلينا نقتل شيفا وبعدين ننتقل على لعبه ثانيه. خلاني بدي اياه. احنا شكله مش عارفين نضربه. الظاهر انه شكله ما حدا قدر نقتل شيفا. يلا اوكي حيخلص اول لايف بار له. حلو شكرا. ايوه هلا اخر لايف بار. يلا خليه يقدم لقدام يجي لهون بيناتنا. ايوه يلا عملوا كهرباء عملوا كهرباء. بس مش تعملها علي. هاي الكهرباء عليه. حلو حلو حلو. راحت الجويستيك. خليك معاي. لساته مين اللي ساعده؟ يعني هذا حيرجع بعدين. ستيج 1 ستيج 1 كلير. والله اصعب من اي لعبه بي اس. انا ما توقعت هيك. خلينا نشوف لعبه ثانيه. يلا I can't believe it. لا هذا ولد صغير. I can't believe it. انا اسف. لازم نطلع الشريط الاول. يعني هاي القواعد تاعت السيجا ميجا درايف. شو في اشياء ثانيه شايني ذكرني لانه صراحه ايام ما كنا صغار احنا بس كنا بنحط الكارترج ونلعب بدون ما نطلع على اسامي. هاي لعبه القتال. هاي لعبه كره القدم.
فانتسي ستار. فانتسي ستار في اند اوف ميلينيوم. راي ستار. صدق والله مش قادر اتذكر كتير من هدول. هو بس تبلش فيها لعب بتتذكرها. شاينينج ان ذا داركنس. شينوبي. بس احنا ستريتس اوف ريج اي واحدة لعبناها 1 ولا 2 ولا 3؟ 3 اخر واحدة. 3 اخر واحدة وكانت الجرافيكس هيك. أرجوك لا تحط أول واحدة لأنه حتلاقي قدامك مكعبات عم تلعب فيهم. أنا ما متخيل أنها تكون فرق كتير كبير. Alien, Alien Storm. Alien Storm. Altered Beast. إيش خلنا نشوف. أظن هاي آخر لعبة رح نلعبها. ما فيش مش بقيني كان 7 دقايق على البرنامج. أوكي بس خليها لعبة تسوى يعني إنه. أيوة. Altered Beast. Right from your grave. أنا هلا مرعوب. انا هلا مرعوب. هاي الها دخل بهركوليز ما هركوليز وهالقصص. اوكي لازم تقضي عليهم. ها ولا اشي ايش هذا؟ اطلع برا يا احنا اكتشفنا انه مش اوكي خلينا خلينا بالشغلات اللي بنعرفها. ايكو ما بعرف شو ايكو. نجربها؟ نجربها. انت ما طلعت الشريط الاول يعني. لا هو لحاله طلع بيطلع. اه والله اخي يعني راحت علي طفولتي على الفاضي، ما كنت بعرف انه بيطلع لحاله. لا روح ما ايش هذا؟ ايش الدلافين هذول؟ ايش اللي عم بيصير؟ ايش هذا؟ هو معقول احنا كنا بنلعب هيك شغلات بالزمن هذا؟ انا ما بتذكرها. ولك 94 يا زلمه كان عمري 6 سنين. 94 انا ما كان عندي سيجا ميجا درايف بال 94. انا السنه اللي فاتت جايبها. ايش هذا؟ ايش الدولفين؟ انت الدولفين؟ لا ما بعرف. انت الدولفين؟ لا انت الدولفين ولازم لازم تلاقي نيمو. بس خلي بالك من الجيلي فيش. ما بعرف اذا انا اللي عم بتحكم فيه. انت اظن. هذا انت؟ لا مش انا. ايوه عم بيطلع، انا ما عم بتحرك ولا عم بعمل شيء. لا تكون اللعبة بس انك تتفرج عليها لانه بيطلع منهم هدول جيل الطيبين يعني. اسمع اوكي خلينا نطلع، خلينا ارجوك نشوف اشي بيسوى يعني. ايكو جونيور. ايكو كوميكس زون. ايش نجرب كوميكس زون؟ احنا لازم نلاقي شيء ذهب. لا انا اظن راحت علينا طفولتنا لانه نص الالعاب هاي او يمكن كلها ما شفناها يعني. لا مو كل الالعاب اللي كانت على سيجا كلياتنا نعرفها واشياء زي هيك. هاي الالعاب كلها سيجا يمكن قليل اللي كانت تجي. بس مش كلهم نجحوا يعني. مظبوط. واا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 ا
جديدة. اوكي. نيويورك سيتي. ما بتتذكروا هذا؟ لا. إذا ما هذا اللي كان بيلعب الكوميكس. والله ولا شفته من قبل. طلع واك باو نسيته أنا؟ والله لا أعرفك ولا تعرفني. هو أريو. طب خليه يحكي شوي. هو عم بدافع أنت ما عم تضرب. أنا عم بضرب. أوكي. طلع برسم لك ليش هاي ما عملوها لعبة جديدة؟ هاي فكرة روعة. صدق ما في حدا بأيامنا هلا بيعرف كوميكس. كله الكترونيك يعني ما بتروح تجيب كوميكس عندهم. بلا والله؟ اه طبعا. انا ما عندي كثير خبره بالكوميكس صراحه يعني انت ادرى. الله يا ما يمين او شمال. واو كيف انه بيحكوا مع بعض يعني وقت الطلاب يعني في وقت يتناقشوا. والله رائع. واو طبعا هاي ايامها لا حلوه عجبتني. انت بتدز الكوميك عشان تقلب الصفحه. حسيت
اوكي وين اروح هلا؟ هلا المفروض انت اظن ما بتقدر تقتل الفار هذا، يعني معك يا اما تطلع فوق او يسار او تحت. ايش يصير معهم يعني؟ عمار وين ويدو؟ يتربى بعزك. كم هير برو؟ اوه عمار شو سويت؟ شو سويت؟ اقول لي كم هير برو؟ واو انتنس. حلو. اوكي. طيب انت لازم تكسر البقية. احلى شيء انت لاحظت ان انا اخذت الفار طلع سوي عنا ايتم فوق. لازم تخلص البقية اظن. اوه. ايش هذا؟ اوكي فوت بالتيوب. ما محاول افوت. هو سحبك. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لازم ارجع لورا استنى الشاب هذا بعيد. مين الاخ؟ اخوه الكبير. على العموم طبعا احنا هلا حنتسلى للصبح كمان غير العالم. لا احنا قاعدين. بس ولكن للاسف اعزائي المشاهدين احنا وصلنا لاخر البرنامج. شكرا كثير لوقتكم، بكره هنكون معكم الساعه 12:30 بتوقيت السعوديه بعد طبعا اخبار الثانية عشر. I love you so much. شكرا يا عمار، يعطيكم العافيه وصباح الخير والفلافل والطعميه. باي. سي يو. سيدتي تقدم لكم دليل برامج ومسلسلات رمضان 2018 مع مواقيت العرض على القنوات في موقع سيدتي نت. وخلال الشهر الفضيل سيدتي تطلق مجموعة مسابقات في رمضان 2018، مسابقة رمضان الكبرى وجوائز تصل إلى 1,000,000 ريال سعودي، مسابقة مطبخ رمضان وهدايا قيمة ومتنوعة، مسابقة حملة سيدتي تمكنكم من الربح بعد استخدام هاشتاج في اللمة بركة، مسابقة أنامين على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. سيدتي سيدة المجلات العربية. Yeah.